اهلا بكم متابعي جريدة وموقع وقناة الأموال، معاكم دلوقتي في لايف جديد من محافظة مطروح. من بازار سيوة للمشغولات اليدوية هناخدكم في جولة للتعرف على المنتجات السيوية اللي بتتميز بيها محافظة مطروح. ومعانا دلوقتي الأستاذ جمعة محمد أحد أبناء مدينة سيوة، هيعرفنا على المنتجات السيوية. أهلا بحضرتك. أهلا وسهلا. مرتين أهلا بك. أهلا وسهلا. نورتونا. يعني احنا في واحد سيوة بنتميز بشغل السجاد اليدوي، عندنا والشنط تطريز يدوي كلها. لازم نيجي عند حاجة زي السجاد، عندنا دي سجادة يدوي مصنوعة من الصوف، يعني حاجة زي دي بتبقى مساحتها متر ونص في اتنين. دي ممكن تقع البنت بتقعد اسبوع وهي شغالة فيها. شايفين مثلا الدقة بتاعت الالوان والغبزة بتاعتها قد ايه، دي كلها معمولة يدوي 100% على النول. البنت بتقعد أسبوع بتشتغل فيها عشان تطلع سجادة واحدة بس زي دي. البنت السيوية. عندنا كل البنات في سيوة بيشتغلوا بالشغل ده وشغل التطريز، حتى المتجوزين منهم قبل الجواز بيشتغلوا مثلا في مشغل أو حاجة، بعد ما تتجوز بتشتغل برضه ما بتبطلش شغل، بس وهي في بيت جوزها ما فيش أي مشكلة يعني. وعندنا برضه سجاد بيبقى أخف شوية، ده بيبقى قطن، ده بيتعمل على النول برضه، بس ده ما بياخدش وقت طويل، ده ممكن يومين أو 3 أيام تكون البنت مخلصة عادي. في اشكال منه مختلفة، مستطيل، مدور، على حسب المقاسات يعني. عندنا برضو حاجات زي الشنط هنا، دول برضو دول شنط تطريز يدوي، كل دول حاجات على الضهر، في حاجات بتشالوا على الكتف هنا، في حاجات كبصات صغيرة زي دول. في بقى ده شغل سيوة الخالص، ده تطريز يدوي، دي الحروف الأمازيغية عندنا في الثقافة السيوية كلها مترجمة عاملينها على الشنط دي. والله للاسف يعني احنا ما نتكلم سيو، بس الحروف يعني ما اعرفش الحروف ايه، بس ده يعني عندنا في رمز مشهور جدا، ده يمكن ده احنا حاطينه يعني، ده رمز، ده رمز الامازيغ. ده عندنا برضو حاجات زي الشيلان هنا، دول شيلان تطريز يدوي برضو. في برضو عندنا الشيلان دول برضه بياخدوا من اسبوع لعشر ايام الشال الواحد بس عشان البنت تعمله، لان شايفين الغرزه ضيقه قد ايه، بتاخد منها وقت طويل جدا يعني، لازم الحاجه تبقى متقنه بالشغل اليدوي. عندنا برضه محافظ جلد طبيعي زي دول وعليهم تطريز يدوي برضه، دول شغل بنات سيوة برضه. دي ممكن تقعد 3 ايام عشان تعمل التطريز اللي ورا. عندنا برضو محافظ دول عاملينها السنة دي جديدة، دي زي نظام بوك بس مصنوع من الخشب، ده عاملينه يعني دي حاجة بسيطة كده للأطفال يعني، ده مبياخدش وقت طويل يعني، ممكن البنت بتعمل 10 منه في اليوم الواحد يعني. برضو كاتبين عليها حاجات بالإنجليزي وكده برضو عشان السياح لو جم أو حاجة. عندنا برضو حاجات يعني زي دول،
دول ده مثلا عقد، ده مصنوع يدوي، ده من الخرز، ده برضه بياخد وقت طويل عشان البنت تعمله. ده ممكن تعمله في يومين البنت عشان تعمل عقد بس زي ده. عندنا برضه حاجات اكسسوارات مصنوعة من الجلد، وحاجات مصنوعة من القماش زي دول، في حاجات زي بوكات زي ده. عندنا نظام محفظة دي من القماش، ده زي نظام بوك، ده قماش، في حاجات متطعمة بخرز زي كده، متقسمة برضو، متقسمة من جوه فيها جيب. تنفي في وقت قد ايه؟ دول بيتعملوا يعني البنت بتعملهم على المكنة، يعني ممكن تعمل 20 واحد في اليوم بس. ان دول بيبقى قماش وبتفصله، لا ده بياخد وقت طويل جدا، يعني ممكن تعمل 1 او 2 في اليوم لو شغل الخرز ده، لان الخرز بياخد وقت طويل جدا. يعني في عندنا برضو عرايس خشب زي دول، دول البنات يعني بنجيب لهم خشب وهم بيصنعوا، يعني بيشكلوه بنفسهم على الاشكال دي وبيلونوه بعد كده. الفكرة جت ازاي بقى؟ الفكرة ان احنا يعني كنا نازلين في معرض في القاهرة اسبوع، فلقينا الشغل الصيني جايبين عرايس زي دي، فاحنا قلنا ليه ما نعملش زيها في سيوة عندنا، وهتبقى اوفر وهنعملها ارخص من الشغل الصيني، ان احنا ممكن نعملها احسن منهم كمان يعني. فالحمد لله احنا عملناه والفكره ناجحه جدا يعني. البنت بتتعلمها ازاي بقى؟ يعني البنت يعني هل في مكنة معينة لا، ولا في مكنه معينه لتصنيع الخشب دي. يعني في الاول يعني كان في مهندسه من القاهره كان اسمها داليا، فهي اللي جت، يعني كانت هي زبونه عندنا وصاحبه يعني صديقه شخصيه يعني البازار سيوه، فهي علمت البنات، وبعد كده البنات بدأوا بنت بتعلم بنت لحد ما يعني بيشتغلوا الشغل ده بنفسهم. يعني دي بقى بتتباع بكام؟ دي 25 بس، في منها أحجام؟ لا هي حجم واحد بس في منها أشكال مختلفة بقى. يعني في عندنا حاجات برضو طبيعية للبشرة زي الطامي السيوي، ده زي سكراب للبشرة، ده حاجة يدوية ومواد طبيعية 100%، يعني مفيد جدا للبشرة. يعني كان عندنا برضه صابون مصنوع من زيت الزيتون بس ده خلص حاليا مش موجود، ده عامل كام التمويل؟ ده عامل 20 بس. دي برضه ميداليه خشب يعني زي نظام العروسة بس عاملينها ميداليه، دي ب10. ممكن نيجي عندنا هنا برضه، عندنا الشباشب برضه، دول شباشب تطريز يدوي، دول كلهم مصنوعين يدوي، ده مش شغل مكان يعني، البنات هي اللي بتعمله بنفسهم. يعني ده ممكن تقعد 3 ايام عشان تعمل شبشب واحد زي ده عشان تطرز التطريز ده وبعد كده تركبه على الشبشب. طيب يعني ده يعني كلمنا عنه شوية، ده بيبقى ازاي؟ ده عبارة عن ايه؟ يعني ده بيبقى نعل اقرب للطبي. القماش ده بيتجاب قماش عادي بس بعد كده بيطرزوا عليه التطريز ده، التطريز ده يدوي، فبعد ما يطرزوا القماش بيفصلوه على مقاس الشبشب بالظبط، بعد كده بيركبوه. ده عامل كام بقى؟ ده 120 يعني. ده يعني احنا كان في ماركة عالمية اسمها ديجافو، كان الشبشب ده عامل حوالي 400 وحاجة، فاحنا عملناه يدوي وارخص كتير بالسعر. في اشكال مختلفة منه، في يعني ده النعل واطي شوية وفي منه نعل بيبقى عالي، ده شايفين النعل بتاعه عالي شوية، ده شبيه للطبي، هو مريح جدا يعني في اللبس. عندنا برضه هنا كفرات، دول ده زي الكوشنز كده، بيتحاشى قطنة وفايبر وبيبقى كوشنز، في أشكال مختلفة منه. ده ممكن يعني الواحدة بيوم دي غرزة ضيقة مش غرزة واسعة دي، عشان كده سعرها بيبقى عالي شوية وبتاخد وقت طويل جدا، لو غرزة واسعة متاخدش وقت. يعني في ألوان مختلفة منها زي ما احنا شايفين، يعني في عندنا حاجات زي دول برضو، دول حاجات مصنوعة من الخوص، دي مثلا ممكن تحط طبق كده تحط عليها عيش أو حاجة، وممكن تعلق على الحيطة برضو ديكور في نفس الوقت. ده شغل يعني بيعملوا منطقة اسمها الجارة عندنا، تبعد عن سيوة 125 كيلو، بيعملوا الشغل ده، في احجام مختلفة منه واشكال مختلفة. ده اسعاره ايه بقى؟ يعني حاجة زي كده بتبقى عاملة 95 بس، دي يعني عشان تاخد وقت طويل جدا برضه. يعني شايفين الغرزة ضيقة قد ايه والشغل متقن جدا. يعني ممكن يعني
يعني احنا زي ما قلنا طبق كده للعيش، او ممكن تعلق كده على الحيطه منظر. في عندنا برضه حاجه جديده السنه دي عاملينها، دي مربى مصنوعه يدوي 100%. دي مربى بلح، تبقى عباره عن قطع بلح وزيت زيتون وعسل نحل. تاخد قد ايه وقت؟ لا دي متاخدش وقت طويل جدا، يعني ان في واحد مخصوص بيعملها، يعني ممكن يعمل 20 واحدة مصنع. في اليوم او لا مش مصنع، ده متعبيها يدوي. دي 100% دي يدوي، ما فيهاش اي مواد، ما فيهاش اي مواد حافظة. وفي عندنا مربى كركديه، دي برضه قطع كركديه وزيت زيتون، حاجات طبيعية كلها 100%. يعني في عندنا حاجة جديدة دي اول مرة تسمعوا عنها، يعني دي مربى زيتون، دي ما اظنش موجودة في العالم كله الا في سيوة. يعني دي برضه قطع زيتون وزيت زيتون وعسل وقرفه ومكونات طبيعيه برضه. دي يعني اي حد اشتراها عجبته جدا الحمد لله. يعني عندنا هنا برضه دول طواقي مصنوعين من القطن، احجام مختلفه طبعا، دول كلهم معمولين يدوي برضه. دي ب25، في الحجم الصغير بيبقى ب10 جنيه، الحجم الاطفال يعني. عندنا برضه هنا سجاد برضه زي اللي شفناه هناك أول حاجة، بس مقاسات مختلفة. دي برضه طاقية عاملينها يدوي، دي شبيهة بتاعت بوب مارلي طبعا كلنا عارفينه. يعني دي 25 برضه. ممكن برضه نشوف شغل الملح ورا، طبعا كلنا عارفين أباجورات الملح. عندنا الشاي، هو تشربي شاي معانا إن شاء الله. يعني دي أباجورات مصنوعة من الملح، طبعا كلنا عارفين الابحاث العلميه بتقول ان الملح بيتخلص من الطاقه السلبيه، فدي لما تحطيها في البيت بتدي جو ايجابي في المكان. يعني احنا مش بنقول كده عشان بيعهم ولا حاجه، لا دي الابحاث العلميه، وبالفعل انت لو حطيتيها جنبك تحسي باسترخاء وهدوء كده يعني. فدول بدل الاباجور العاديه بنجيب دي نحطها في البيت. كلمة بقى عن الاشكال والاسعار، وبياخد قد ايه وقت؟ يعني دي ممكن، لان ده مكان اللي بيعمله تمام، في مكان مخصوص بينحت الاشكال ليه، بس بيبقى واحد شغال عليهم تمام، للنحت بس. للنحت بس بينحت الاشكال، لان دي بيبقى احجار كبيره ملح وبينحتوا منها الاشكال دي، اشكال الشكل ده وده وده. فعندنا حاجات زي دول عاملين 85، دول ما لهمش قاعده خشب من تحت، ملح طبيعي كله 100%. في حاجه زي دي فيها قاعده خشب من تحت، دي بتبقى ب95. في عندنا حاجه برضو دي نظام جلسه علاجيه، يعني دي بتحط رجلك فوقيها بتسحب الطاقة السلبية، وبتسحب لو انت متعصبة وحاجة بتديك استرخاء كده. دي بتعمل عليها جلسة، بتحط رجلك عليها لمدة ساعة أو ساعة ونص يوميا لو انت أعصابك مشدودة دايما أو كده. عندنا برضه حاجة زي دي صابون من الملح، ده بيتدوب في البانيو بعد كده بتنزلي في المية، عشان بيشيل الحساسية والحبوب اللي بتطلع في الجلد. في حاجة زي دي برضه، ده زي نظام صابون الملح بس مكسرينه قطع وحاطين عليه نكهة، ده نكهة الورد، في نكهة ياسمين، نكهات مختلفة. ده برضو من سيوة. ده من سيوة برضه يا فندم، ده شغل مصنع صافي، ده شغل يعني يدوي برضه 100%، حاجة طبيعية مضمونة يعني. دينا أشكال مختلفة من الأباجورات، يعني سواء المقفولين دول أو اللي بيتحط جواهم، ده برضه ملح طبيعي بس احنا ملونينه وبيدي شكل جمالي للأباجورة يعني. عندنا برضه حاجة زي دي، يعني دي يعتبر منش الدبان، ينفع كده أو ممكن تعلق على الحيطة برضه. ده شغل يدوي برضه، ده خوص النخل، بيبقى بيتقطع قطع صغيرة وبيتلون وبيتعمل منه الشكل ده، وسعرها رخيص جدا، يعني دي ب25 جنيه. تنفع منش الدبانة وتنفع ديكور، بتعلق بتدي منظر جمالي برضه. عندنا ده منظر، ده مصنوع يدوي من الصوف 100%، ده بيتعمل على النول برضه، ده ممكن البنت تقعد اسبوع وهي بتعمله عشان تعمل الشغل ده كله والبسمة المتقنة دي. عندنا برضه يعني البنات فنانات، يمكن هم ما كملوش تعليمهم، بس شوفي المنظر الدقة بتاعته ازاي، رسمة نخل والأهرامات والشمس فوق والجمال. ده صوف برضه، الألوان دي ألوان طبيعية مش صناعية، يعني ألوان ثابتة يعني. دي شنطة برضه، شنطة كبس كده. دي 25 بس. يمكن هنا يعني احنا الحمد لله الاسعار يعني
المتناول عشان كل حاجة يدوي، ما بنقولش بقى اصل الحاجة غليت ومش عارف ايه، الحاجات كلها يدوي هنا. عندنا برضو ده زي البوف بيتقعد عليه، ده بيبقى محشي قطن من جوه وده معمول يدوي برضو، ده سعره 280. في الوان مختلفة منه يعني، سواء انا الناس عايزينه مليان عايزينه فاضي بس مفيش مشكلة. وعندنا برضو شيلات صغيرة زي دي، دي بتبقى عاملة 95، في الشال ده الكبيرة 130. قولي بقى البنت السيوية بتتعلم الشغل ده ازاي؟ هو بيبقى نظام وراثة يعني، يعني من زمان قوي عندنا الستات كلهم بيعرفوا يعملوا التطريز ده كله، بيعرفوا يعملوا الاكسسوارات والحاجات دي كلها. الام بتعلم بنتها، وحتى زي ما قلت لك في الاول لما البنت بتتجوز ما بتبطلش الشغل، جوزها ما بيمنعهاش من الشغل، بتشتغل وهي قاعده في البيت، واحنا بنيجي ناخد منها الحاجه وبتاخد الحساب بتاعها، ما بيمنعهاش يعني يقول لها لا انت اتجوزتي خلاص ما فيش شغل، لا وهي قاعده مكانها في البيت معززه مكرمه بتشتغل الشغل عادي يعني. ومتوارث الاجيال بقى يعني، واحده بتعلم واحده والحمد لله يعني، معظم البنات 90% منهم بيعرفوا يعملوا الشغل ده كله يعني الحمد لله يعني. العفو العفو يا استاذ، نورتينا ونورتونا ببازار سيوة. كنا معاكم في جولة للتعرف على المنتجات السيوية، استنونا في لايف جديد من محافظة مطروح.